السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سعادة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفد رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا المساء الجميل، مساء اللغة العربية الخالدة. نرحب بكم أجمل ترحيب في الحفل السنوي للجامعة السعودية الإلكترونية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. ضيوفنا الكرام، الآن مع كلمة لسعادة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، تحرص المملكة العربية السعودية بما لها من ثقل عربي وإسلامي على خدمة اللغة العربية ونشرها وتأكيد حضورها على كافة المستويات والمحافل. فاللغة أداة للتواصل الإنساني فحسب، بل هي أساس للهوية ووعاء للثقافة. ومن أمثلة اهتمام المملكة العربية السعودية باللغة العربية أن حكومة المملكة بذلت جهودا عظيمة لتخصيص يوم عالمي للغة العربية، حيث اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يوم 18 من ديسمبر ليكون يوما عالميا للغة العربية، وذلك بعد طلب من المملكتين السعودية والمغربية، حيث تقدمتا بمقترح يوضح دور اللغة العربية وإسهامها في حفظ ونشر الحضارة والثقافة العربية بوصفها لغة 22 عضواً من أعضاء اليونسكو، ويتحدث بها ما يفوق عن 422 مليون عربي، ويستعملها ما يزيد عن 1.5 مليار مسلم حول العالم، ناهيك عن أنها إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة الأمم المتحدة. ويأتي احتفال الجامعة السعودية الإلكترونية باليوم العالمي للغة العربية منسجماً مع رسالتها الأساسية والمتمثلة في تقديم تعليم إلكتروني نوعي يخدم العربية، حيث قدمت الجامعة منجزين مهمين سجلاك مبادرتين باسم المملكة العربية السعودية، وهما برنامج العربية على الإنترنت واختبار العربية المعياري. وقد تم بناء هذين المنجزين وفقاً لأحدث الممارسات العالمية المثلى في المجال، مع مراعاة خصوصية اللغة العربية. ومن أهم أهداف هذين المنجزين توفير التواصل المعرفي الإنساني ومد جسور الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة من خلال رؤية سديدة يرعاها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. ولعل من البشرية المباركة نحتفل هذا العام وقد أنجزت الجامعة تطوير برنامج العربية على الإنترنت بمستوياته 16 كاملة، ونقله إلى منصة بلاك بورد في الجامعة ليصبح البرنامج منجزا معرفيا متكاملا يتجلى فيه البعد الإنساني من خلال محتوى يحقق مبادئ التسامح والتنوع والعيش المشترك وقبول الآخر. وبلغ عدد طلبة المسجلين في البرنامج أكثر من 22 ألف طالب وطالبة موزعين على أكثر من 72 دولة حول العالم. وتتشرف الجامعة بأنها أخذت بزمام المبادرة، فكان لها السبق والريادة دون منازع في إطلاق أول اختبار لقياس الكفاية اللغوية العربية للناطقين بغيرها، يتم تشغيله عبر أكثر من 5000 مركز حول العالم. وتفعيلاً للخطة الاستراتيجية لهذين البرنامجين، فقد وقعت الجامعة ولله الحمد 55 عقد خدمات
ومذكرة تفاهم مع مختلف الجامعات العالمية في شرق العالم وغربه، إضافة إلى بعض المراكز والمؤسسات المهتمة بتعليم العربية للناطقين بغيرها. ويسر الجامعات السعودية الإلكترونية في هذه المناسبة المباركة أن تعلن عن إطلاق مسابقة بعنوان تطوير معاجم رقمية متخصصة بهدف تشجيع الشباب والشابات واكتشاف المواهب ودعم الإبداع في مجال توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة لغتنا العربية. ويمكن للمهتمين زيارة صفحة المسابقة على الموقع الإلكتروني للجامعة للاطلاع على تفاصيل المسابقة من فكرتها وأهدافها وشروطها وجدولها الزمني وطريقة التقديم عليها وجوائزها. كما أود دعوة أبنائي وبنات الطلبة لحضور الأنشطة الطلابية والفعاليات المصاحبة لهذه المناسبة والتي ستطلق خلال الأسبوع القادم بإذن الله من أمسية شعرية ومشاركات أدبية على الحائط الإلكتروني المخصص لهذه الفعالية. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على اهتمامه المتواصل بخدمة اللغة العربية ودعمه غير المحدود لكل المشاريع التي تعنى بخدمتها محلياً ونشرها عالمياً. كما أرفع شكري لمعالي وزير التعليم على ما تجده الجامعة من دعم ومساندة، والشكر الجزيل موصول لكم جميعاً على حضوركم واهتمامكم ومشاركتكم بالجامعة في حفلها المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا لسعادة الأستاذة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية. الآن نستعرض إياكم بعض التفاصيل المسابقة والتي تم الإعلان عنها عن طريق الحساب الرسمي للجامعة السعودية الإلكترونية في تويتر، وأيضا تم عرضه في موقع الجامعة. هذه المسابقة تتحدث عن تطوير المعاجم الرقمية المتخصصة. أهداف هذه المسابقة وبث الوعي بأهمية حوسبة اللغة العربية، وكذلك تشجيع الشباب على خدمة لغتهم تقنيا وإثراء الساحة التقنية بتطبيقات خدمة اللغة العربية. هناك شروط وضوابط ستكون ظاهرة لكم، ويمكنكم أيضا الاطلاع عليها مرة أخرى من خلال موقع الجامعة السعودية الإلكترونية الرسمي أو حساب الجامعة في تويتر. المسابقة تبدأ إن شاء الله تعالى في 22 من ديسمبر اليوم بعد أن أطلقتها سعادة الرئيسة، وسينتهي استقبال طلبات المسابقة في 22 من فبراير، وسيتم إعلان النتائج بعد تحكيمها بإذن الله تعالى في 22 من شهر مارس. مجمل قيمة الجوائز في هذه المسابقة يبلغ 15,000 ريال سعودي مقسمة على 5 فائزين. هناك أيضا الإيميل الخاص بالمسابقة ظاهر أمامكم، وستجدونه بإذن الله كما أخبرنا سلفا في موقع الجامعة. ممتاز. ونعرج كما عرجت سعادة الرئيسة عن أن يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى سيكون هناك فعالية للطلاب والطالبات في الجامعة السعودية الإلكترونية عبارة عن أمسية شعرية للطلاب وكذلك الجدارية الإلكترونية. يسعدنا ويشرفنا مشاركتكم بإذن الله تعالى. الحضور الكريم، الآن تشاهدون فيلما تعريفيا عن تجربة الجامعة السعودية الإلكترونية في خدمة اللغة العربية. سعيا للدور الريادي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي، وتحقيق للركن الثالث من أركان رؤية 2030 المتمثل في العمق العربي والإسلامي، وتعزيزا للصورة الإيجابية لها في خدمة اللغة العربية والإسلام. فقد أولت الجامعة السعودية الإلكترونية اهتماما كبيرا باللغة العربية للناطقين بغيرها تعليماً وتعلماً واختباراً، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة في التعلم الإلكتروني
حيث قامت بإطلاق برنامجين رائدين في مجالهما، وهما برنامج العربية على الإنترنت وبرنامج اختبار العربية المعياري. برنامج العربية على الإنترنت هو برنامج إلكتروني متكامل لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، حيث بني وفقا لأحدث التجارب العربية والعالمية في تعليم وتعلم اللغات وفقا للممارسات المثلى في التعلم الإلكتروني، حيث يعمل البرنامج على منصة بلاك بورد التعليمية في الجامعة السعودية الإلكترونية. ويتكون البرنامج من 16 مستوى تعليمي موزعة على 6 مراحل أساسية، وقد بني المحتوى التعليمي للبرنامج وفقا لمعايير اليونسكو للمنهج العولمي، والذي يركز على قيم التنوع والسلام والمحبة والاحترام والتعددية الثقافية والحضارية والمشتركات الإنسانية. أما برنامج اختبار العربية المعياري فهو اختبار مقنن ومعياري يهدف إلى قياس الكفاية اللغوية للناطقين بغيرها، ويشمل الكفايتين الاتصالية والثقافية، وهو اختبار مناظر لاختبارات التوفل وآيلتس في اللغة الإنجليزية، ويغطي الاختبار عناصر اللغة والثقافة ومهارات اللغة والاتصال. وتستضيف الاختبار وتشغله شركة برومتريك العالمية، ويطبق في أكثر من 5000 مركز حول العالم. وحقق البرنامجان حضوراً كبيراً وانتشاراً واسعاً حول العالم، حيث تم توقيع عقود خدمات مع أكثر من 53 جامعة ومؤسسة تعليمية للإفادة من هذين البرنامجين في مختلف قارات العالم. ويبلغ عدد الطلبة المسجلين في البرنامج أكثر من 18,000 طالب وطالبة موزعين على أكثر من 72 دولة حول العالم، ينتمون إلى خلفيات ثقافية وحضارية وإنسانية. تتطلع الجامعة السعودية الإلكترونية إلى تعزيز حضور هذين البرنامجين وتأثيرهما بما يساعد على تمكين اللغة العربية في المجتمع العربي والإسلامي والعالمي، بما يعزز من قيم التواصل الحضاري بين مختلف الشعوب. الحفل الكريم، الحضور الكرام، الآن فمع الندوة الحوارية بعنوان المعاجم اللغوية الإلكترونية نحو أفق جديد، يقدمها ويديرها سعادة الأستاذ الدكتور عبد المحسن العقلبي أستاذ مناهج وتعليم العربية، ويحاضر فيها كل من سعادة الدكتور مصطفى جرار أستاذ الذكاء الاصطناعي وحوسبة اللغة في جامعة بيرزيرت في فلسطين، وكذلك سعادة الدكتور المعتز بالله السعيد أستاذ مشارك في اللسانيات والدلالة بجامعة القاهرة، وسعادة الأستاذة ريم الفريح الباحثة في اللسانيات الحاسوبية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. المايك والكاميرا معك الآن دكتور عبد المحسن، تفضل. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في الاحتفال السنوي للجامعة السعودية الإلكترونية الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، حيث نعقد في هذا المساء الجميل ندوة حوارية بعنوان المعاجم اللغوية الإلكترونية نحو أفق جديد، ونسعد في هذه الليلة المباركة وهذا المساء الجميل باستضافة نخبة من الزملاء الكرام والأساتذة الأفاضل للحديث حول هذا الموضوع. معنا الأستاذ الدكتور مصطفى جرار، وهو أستاذ في دائرة علم الحاسوب في جامعة بيرزيت في فلسطين، والدكتور مصطفى حاصل على الدكتوراه من جامعة بروكسل في بلجيكا، وعمل أستاذا زائرا في عدد من الجامعات العالمية مثل جامعة نيويورك في أمريكا وجامعة قبرص، وله عدد من الأبحاث والدراسات التي نشرها في مجال اللسانيات الحاسوبية وحوسبة المعاجم العربية. الدكتور مصطفى حاز على عدد من الجوائز العربية، منها جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، وأيضا جائزة محمد بن راشد للغة العربية، وأيضا منحة جوجل للأكاديميين. ولدى الدكتور أكثر من 70 بحثا علميا منشورة حول حوسبة اللغة وهندسة البيانات والحوكمة الإلكترونية
والذكاء الاصطناعي. سيتحدث الدكتور مصطفى في هذا المساء، أو عنوان مشاركة الدكتور مصطفى في هذا المساء هو حوسبة المعاجم وبناء أضخم قاعدة بيانات معجمية. أما عن مسيرة هذه الندوة فستكون على النحو التالي: سيأخذ كل زميل 25 دقيقة ليعرض ما لديه، ثم بعد ذلك ننتقل للزميل أو المتحدث الثاني، ثم المتحدثة الثالثة، ثم بعد ذلك نفتح المجال لأسئلة ومداخلات الحضور الكرام. الآن الكلمة لسعادة الأستاذ الدكتور مصطفى جرار ليقدم مشاركته، فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا دكتور عبد المحسن على هذه الدعوة الكريمة، ويشرفني أكون معكم. أنا حقيقة عندي يعني باوربوينت، بس مش عارف كيف أعمل شير للسلايد. إذا في حق أهلي أستاذ زياد. تفضل دكتور. يريد تعطي الدكتور مصطفى أمكان ممتاز. بارك الله فيك. ظهرت. أتشرف بهذه الدعوة، أنا سعيد جدا أكون معكم، ويعني بشكر الجامعة السعودية الإلكترونية والقائمين على هذا الندوة، وبشكر كمان الحاضرين والمستمعين لاهتمامهم في هذه الندوة. أعتقد أنه إحنا بحاجة إلى مثل هذه الندوات لإثراء لغتنا، ليس من باب الترف وليس من باب التغني ويعني وعلق الكلام في اللغة العربية، بل كذلك هناك حاجة ماسة اقتصادية وسياسية وثقافية لتناول مواضيع لغوية. يعني في الآونة الأخيرة ظهر أسئلة مثل يعني خاصة هذا الأسبوع: هل مجامع اللغة العربية ترف أم ضرورة؟ وأنا يعني إذا قرأت المجامع معاجم اللغة العربية أصلاً، هل هي ترف أم ضرورة؟ لأنا باعتقاد هي نفس الجواب إذا كنا المعاجم أو المجامع، لأنه هي المجامع لإنتاج المعاجم، فإذا كنا بحاجة إلى معاجم فنحن بحاجة إلى مجامع. هل نحتاج لأنواع جديدة من المعاجم أم نتكلم عن نفس المعاجم اللي عادة التقليدية اللي نعرفها؟ هل في أنواع جديدة من المعاجم إحنا يجب أن ننتجها ويحتاجها إنجاز التعبير، يحتاجها السوق ويحتاجها المتعلمين اللغة ويحتاجها السياسيين والإعلاميين وإلى آخره؟ وسؤال أحب أن أثيره: هل المجامع اللغة العربية أو هل اللسانيات العربية اللي بنعرفها مواكبة حقيقة للسانيات الحديثة، يعني بالإنجليزي بيقولوا متابعين للستيت أوف ذا آرت، متابعين إيش صار؟ هل إحنا فعلا إذا كان كنا في أقسام اللغة العربية، هل أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية متابعة ومواكبة للسانيات الحديثة، ولا احنا في الخلف؟ انا بقصد طبعا في اللغه، احنا يعني اكيد مش متقدمين بالامور التكنولوجيه على الدول الاخرى، ولكن هل لغويا احنا متابعين؟ هل عندنا علوم لسانيات تواكب وعندها تطور، ام بقيت تعلق الكلام القديم الذي يعني انتجه الاوائل؟ هل يوجد، أنا طبعاً كباحث أنا لست متخصص في اللغة العربية، أنا متخصص في الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي، وحوسبة اللغة هي بالنسبة لنا تطبيق. هل يوجد برامج تمويل لحوسبة اللغة أم هي يعني مبادرات ومساهمات أفراد من وقتهم الشخصي لحوسبة اللغة و إنتاج برمجيات في الذكاء الاصطناعي ودعم اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي؟ سؤال كمان بحب أثيره: هل اللهجات العربية بحاجة إلى اهتمام وحوسبة
أم يعني من يتطرق إلى اللهجات هو كمان يعني يمس شيء في كرامة العرب؟ هذه أسئلة لا أستطيع الإجابة عليها جميعها في هذه المداخلة القصيرة، ولكن يعني أحب أن أثير هذه التساؤلات. هذه الصورة في مكتب، أو هذه أعتقد أنها إجابة على بعض الأسئلة على الأقل من وجهة نظري. نحن فعلا هذه الصورة في مكتبة الجامعة أخذها صديق عندما كنا نجمع المعاجم لنقوم بحوسبتها. سؤال: لماذا نحتاج إلى مصادر لغوية ومعاجم؟ نلحظ بالفترة الأخيرة ازدياد كبير جدا، أنا بقصد طبعا في علوم الحاسوب، في أهمية المصادر اللغوية. ولما بتكلم عن المصادر بمختلف أنواع، سواء كانت معاجم لغوية تقليدية أو مكانز المترادفات أو المسارد اللي فيها التعريفات اللي بنسميها بالإنجليزي glossary، أو أنطولوجيا لغوية أو معاجم ذهنية أو مدونات أو غيره. طبعا نحتاج هذه المصادر وذلك أهميتها لبناء تطبيقات حاسوبية مثل الترجمة الآلية، استرجاع البيانات بأكثر من لغة، فهم وتحليل النصوص المكتوبة، التحدث مع الآلي، ويعني أعد مئات التطبيقات الحديثة. للأسف الشديد أنه اللغة العربية فيها شح في المصادر المحوسبة، ما تم حوسبته قليل جدا من المعاجم الموجودة. ويعني تخيلوا أنه لو أنت بحثت على النت بدك قائمة في جذور الكلمات العربية ما بتلكهاش، في المدخلات المعجمية اللمس ما بتلكهاش، بدي كل مثلا أسماء التصغير أو التكبير أو صيغ المبالغة كلها تلك هون شوي وهون شوي بطريقة مبعثرة، بس ما في مثل اللغات الأخرى، ما في عنا حوسبة لهذه المصادر وهي غير متوفرة حاسوبية في الأرض. وإلى على فكرة كمان الأشياء زي قواعد البيانات التصريفية هو يعني مش العرب اللي عنده، عملها غير المتوفر حاليا وإلى آخره. طيب هل إحنا في عنا مصادر لغوية حديثة بحاجة لها؟ غير متوفرة تماما. يعني كم معجم أو مكنز مثلا للمترادفات بطريقة شاملة ومكتوب معمول بطريقة جيدة؟ يعني لا يستحضرني، أنا شخصيا بشتغل في هذا المجال 10 سنوات، غير يمكن بضعة قليلة وغير منتجات بطريقة صحيحة، طبعا مع الشكر للي أنتجوه. لا يوجد معاجم ذهنية للغة العربية، لا يوجد قواميس الترجمة الحديثة. يعني كثير من الكلمات اللي تدخل كعدة على اللغة العربية نتيجة عدم وجود ترجمات حديثة تواكب. يعني اليوم بدنا طلع مصطلح لازم يكون بنفس اليوم يطلع ترجمته وتشويق تشت، يعني تشيع هذه الترجمة، فما حدش بيواكب. يعني المعاجم حاليا تأتي بعد، أنا بعتقد من 7 إلى 10 سنوات من ترجمة الكلام وإلى غيره. فيوجد لهذا السبب نواجه ضعف في التطبيقات العربية، في دعم في التطبيقات العربية، على أقصد في التكنولوجيا. يعني أنا أريد أن أتحدث إلى هاتفي وهاتفي يستطيع أن يفهمني. يعني وأنتم تتخيلوا الآن أنه هذا حد الآن غير موجود. طبعا ربما تقول هذا طرف، نعم ربما هذا طرف لإلي أنا، ولكن إذا كنت أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة هذا ليس طرف، هذا ضروري. وإذا كنت أنا من كبار السن، يعني العجائز تريد أن تتصل بسهولة على ذويها أو تريد أن تطلب شيء، هذا غير موجود، ولكن هذا متوفر في دول أخرى. فهذا ليس طرف، هذا ضرورة ملحة جدا أمامنا. زي ما تحدثت الدكتورة معالي رئيس الجامعة، هناك مئات الملايين الذين يتحدثون باللغة العربية، وحوالي 1.5 مليار يتحدثون اللغة العربية لأسباب دينية، وهذا سوق، هذا سوق اقتصادي كمان، يعني يجلب المال لنا، ويجب يعني أن نستغله، ويعني
ليس فقط الشركات التكنولوجيا الكبرى اللي هي عمليا حاليا هي اللي مستغلها السوق. سأتحدث سأعطيكم نظرة عن مساهمتنا في جامعة دير سير بما قمنا به طبعا دون أي دعم من أي أو تمويل من أي حد. يعني فقط لدعم اللغة العربية وبدون أي أهداف ربحية. نقوم في بجمع ورقمنة وتنقيح ودمج وتوحيد المصادر اللغوية بشكل عام هذا وإتاحتها طبعا للجمهور وإتاحتها لمطوري اللغة عبر يسمى الـ ADI يعني Web Service. أهم ثلاث مصادر عندنا هي المدونة اللهجة العامية وكذلك طبعا هذه مدونة للغة الشامية واللغة الفلسطينية بشكل أساسي. عندنا قمنا بحوسبة 150 معجم عربي وتوحيدها في قاعدة بيانات واحدة طبعا معاجم عربي عربي من المعاجم التقليدية وكذلك معاجم يعني مع لغات أخرى وهي متعددة اللغات عربي إنجليزي عربي فرنسي عربي إسباني إلى آخره وفي ذلك تصريفات واشتقاقات ودلالات. قمنا كذلك بمشروع ثالث بإنتاج ما يسمى أو بالبناء ما يسمى الأنطولوجيا العربية. طبعا هذه بالأساس ليست معجم ولكن يمكن استخدامها كمعجم يمكن النظر إلها كمنهجية جديدة في تعريف الدلالة لبناء معاجم دلالة. هذه تعتبر منهجية جديدة وهي ليست بالأساس يمكن استعمالها كمعجم ولكن هي ليست معجم بالأساس هي عمل فلسفي حاسوبي بالإضافة إلى كم لغة. كل هذه مربوطة مع بعض تشكل ما نسميه شبكة بيانات لغوية ضخمة يعني linguistic big data. فيها تجمع المستويات التصريفية والاستقاقية والدلالية للفصحى والعامة. نظرة سريعة عن قاعدة البيانات المعجمية ومتعددة اللغات. فيها الكثير من أنواع المعاجم وفيها ومتعددة التخصصات يعني مش متخصصة في شيء معين. هذا طبعا الرابط متاح عبر محرك بحث معجمي عربي متاح للعامل وطبعا هو يعطي ترجمات ومترادفات وتأخري وتعريفات. طبعا بعد ما أطلق المعجم يعني تبين لنا أنه حتى المعاجم اللغات الأخرى لا يوجد محرك بحث يحوي عدد ضخم من المعاجم لهذه اللغة ولا حتى للإنجليزي. طبعا يعني بديش أحكي كل التفاصيل. طبعا عمل غير ربحي وطوعي ولم يتم تمويله من أي بشر وهو تم صياغة تم طباعته يدويا وإدخاله وتنقيحه و توحيد البيانات داخله وإلى آخره. يعني قد تجدون بعض المعاجم العربية الموجودة على الإنترنت هذا نفوع ما نسميه يعني أنت تأخذ النص تكتبه وتعرض. إحنا طبعا ما بنساوي عرض للنصوص فقط هي في داخل قاعدة البيانات هي مربوطة يعني الكلمة هذه لها رقم وهذه لها رقم وهذه لها رقم وفي علاقات حاسوبية ودلالية بينها وهذا يعني كل شيء ناخذ أرقام ما نسميه أو نسميه بالإنجليزي structure data. طبعا قمنا بالتواصل مع أصحاب المعاجم والحصول على حقوق لإدراج معاجمهم في محرك البحث. هل المعاجم طرف؟ أنا بدي أقول لكم هي ليست طرف هي حتى في ما يسمى يعني منظمة المقاييس والمعايير تحت الإنترنت اللي اسمها WTC عملت ما يسميه الليمون معيار الليمون الليمون موديل اللي كيف يمثل فيه المعاجم أصلا على الإنترنت وبالتالي يجب استعماله بدونه ليست حوشبة للمعاجم. يعني إذا ما تم تمثيل المعلومات المعجمية بهذه الطريقة هي تصبح يعني موجودة على الإنترنت ولكن يعني معناها والاستفادة منها قليل. هذه بعض الإحصائيات عما لدينا في حاليا ولكن هي أصلا في تزايد. يعني خلينا نقول عندنا 2.5 مليون مدخلي 1.8 مليون مترادفات
مليون ونص ترجمات إلى آخره. وكذلك للعلاقات الدلالية لدينا كمان حوالي نص مليون علاقة دلالية. أصحاب التطبيقات يعني يستطيعوا الوصول لمحرك البحث بأسلوب ممكن أنهم يستعمل بيانات بطريقة آلية، يعني هذا للمتخصصين وليس للجمهور. الأنطولوجيا العربية، الأنطولوجيا العربية زي ما تشوفوا هي عبارة عن شجرة مفاهيم، شجرة من المفاهيم. عندنا مثلا تنقسم الأشياء في الدنيا إلى خمسة أنواع، يا إما موجودات أو سيرورات، هذه سيرورات أو منوطات أو مجردات أو معلومات. والموجودات المادية، الموجودات تنقسم إلى موجودات مادية، موجودات اعتبارية، والموجودات المادية تنقسم إلى كائنات حية وكائنات حيوية وفيروسات وإلى آخره. نحن نقوم بتصنيف المعاني، طبعا لا نقوم بتصنيف الكلمات لأنه الناس تخربش عادة. فهذه مقولة الأشياء صحيحة. يعني عندنا طبعا هذه تعتبر مترادفات وهذا تعريف، وهناك علاقات بين المفاهيم، فهي عمل فلسفي حاسوبي لغوي إلى آخره. تختلف عن المعاجم العربية، ليست معجم ولكن يمكن استعمالها كمعجم. تختلف عن المعجم بأسلوب التعريف وتمثيل الدلالة، نعرف الدلالة باستعمال الصفات الجوهرية المميزة، وليس ما شاع بين الناس. يعني تعرف المحيط، المعاجم مثلا تعرف المحيط على أساس أنه أكبر من بحر، هذا طبعا لا نعتبره ليس تعريف للدلالة. المحيط هو الشيء الذي يحيط باليابس، وبالتالي هناك فيه لازم يكون فيه صفات مميزة. طبعا هذه مربوطة بما يسمى، هناك شيء يسمى العربي وورد نت الإنجليزية، هي مربوطة معه ومربوطة كذلك مع الويكيبيديا. يعني لا أثبت، ما في داعي هون أني أدخل بالتفاصيل، بس هذه نظرة عامة. حوسبة اللهجة مثلا، نقول شو القصة اليوم، ليش الأزمة، هذا يعني لهجة فلسطينية. جمعنا 60,000 مدونة من 60,000 كلمة، فقمنا ب تصريف، إنجاز التعبير تصريف أو وصف أو وسم كل كلمة فيها، زي كلمة شو هناك إلها هي وصف، وكلمة القصة هي وصف، وقمنا بهذه لحوالي 60,000 كلمة. طبعا هذا لأداء حاسوبي، وهذا كله طبعا متاح على الإنترنت. أهم شيء أريد أن أقوله، أهم شيء ليس فقط ما عملناه، ولكن أريد أن ألفت نظركم إلى قضية هامة. هذه الصورة، هذه عبارة عن معاجم ومصادر، ليست فقط معاجم، ومصادر لغوية لعدة لغات تم ربطها، فهناك توجه عالمي حديث جدا منذ حوالي 3-4 سنوات لربط المصادر اللغوية مع بعض ومتعددة اللغات. احنا نحكي على كل واحد بكل لغته، يعني ليست لغة واحدة، وكل واحد يربط مع غيره وهكذا. هذا ضمن معيار ما يسمى الليمون، وهذه الظاهرة أو التوجه يسمى نقرأه بالإنجليزي أفضل، لأنه هذا إذا بحثتوا عنه بالإنجليزي ستجدون معلومات أكثر عنه. linguistic linked open data cloud، linked open data تعبر عن ربط للمعلومات المعجمية. آخر شيء نحن نقوم به حاليا، يعني هذا مثال صغير. مثلا نقول هناك، يعني هذه الجملة باللغة العامية طبعا، أو تقول، أو ممكن نشوفها كلغة فصحى. مثلا الفلسطيني ممكن يقول 5 دقائق بوصل القمر. القمر هو القمر، هذول يعني العجائز بيقولوا القمر، بيقولوش القمر أو القمر. وفي دقائق وفي دقائق وفي دقائق وفي عدة لهجات، فالواحد بيكتب.
كيف الحاسوب ممكن يفهم هذه دلالة هذه الجملة؟ في البداية طبعاً هناك عدة مستويات، وهذه المستويات بحاجة لربط. مثلاً نقول خمسة أو دقائق هي لازم نعبر عنها بما يسمى الكودة دقائق، وهي يعني تربط باللمة، اللمة اللي هي المدخل المعجمي، دقيقة واحد هذا وهي جمع ومؤنث، والكمر هي القمر، و يعني نسمي الحل الصرفي تبعها أداة تعريف زائد قمر اسم، وهي مذكر مفرد وإلى آخره. طبعا هذه تربط، هذا المستوى التصريفي الأول يربط بمعجم، المدخل المعجمي مثلا دقيقة واحد إلى صيغ معجمي، إلى صيغ يعني صيغ تصريفي وإلى آخره. وبعد ذلك هذا المسمى نسميه المستوى اللغوي، هذا اللغة. ولكن بالنسبة كيف نتعامل مع الدلالة؟ الدلالة هي نربطها مع الأنطولوجيا. الأنطولوجيا هي المعبر الحقيقي المرجع للدلالة، الأنطولوجيا العربية. فإحنا هذا تأخذ نفس الرقم، إذا شايفين هذا الرقم وهذا هو نفس الرقم، فهي تأخذ نفس الرقم. والأنطولوجيا العربية يعني هذا المستوى طبعا الدلالة الأنطولوجية، وهنا نربط هذه الدلالات مع لغات أخرى، أو هذه الصورة اللي ورجناها قبل شوي اللي هي Linguistic Linked Open Data Cloud. وبالتالي تصبح هذه الجملة يعني يمكن أنك تنزل فيها وتفهم إيش معناها وبلغات أخرى. هذه ما نسميه الشبكة الدلالية أو شبكة يعني شبكة المعجمية العربية، لأنه كل شيء بيكون مربوط. يعني بعتذر إذا تأخرت في الوقت وما بعرف إذا وقت انتهى، وشكرا لاهتمامكم. شكرا على الوضع الشامل والمتميز حقيقة، ويعني بدأت محاضرتك بحقيقة سؤال يعني دمج بين موضوع اليونسكو لهذا العام وهو المجامع اللغوية ضرورة عن طرف، وبين موضوع محاضرة اليوم وهو المعاجم. وكلنا نعرف بأن هناك علاقة مش فقط على صعيد الوزن بين المعاجم والمجامع، وإنما أيضا على صعيد المعنى وعلى صعيد ما يستلزمه كل من المعاجم والمجامع اللغوية لتعمل مع بعض في وحدة لغوية متماسكة. فشكرا على هذا الذكاء اللغوي دكتور، هذا أولا. ثانيا الدكتور كذلك أشار إلى أهمية حوسبة اللغة وتطبيقاتها تقنيا، وتوظيف اللسانيات الإدراكية واللسانيات الحاسوبية من أجل خدمة وبناء المعاجم اللغوية وفقا للأطروحات العلمية الحديثة. أشار كذلك الدكتور مصطفى إلى أن جزء كبير من الإسكانية المعجمية العربية هي ضعف الاستفادة من المعطيات والفتوحات العلمية التي تقدمها لنا معطيات الذكاء الاصطناعي واللسانيات الحديثة، سواء اللسانيات الحاسوبية أو اللسانيات النظرية بشكل عام. كذلك تحدث الدكتور عن قضية مهمة في قضية المعاجم، وهي شح المصادر اللغوية المحوسبة في اللغة العربية. وأنا أعتقد بأننا إن شاء الله بدأنا نخطو خطوات جيدة في هذا السياق، ومشروع الدكتور مصطفى وزملاء سواء في مصر أو في المغرب أو في السعودية أو في فلسطين أو في كل العالم العربي هو مجموعة لبنات لتشكل بنية معجمية عربية متقدمة. كذلك الدكتور تحدث بشكل كبير جدا عن أوجه والاستثمار في المعطيات اللسانية وضرورة وجود دعم وفند علمي ومالي يستطيع الجيل العربي الجديد أن يقدم إنجازات كبيرة في هذا. أخيراً الدكتور مصطفى أشار إلى أنواع المعاجم، سواء المعاجم أو الماكنز أو المسارد أو الأنطولوجيا وهذه الفروق المتباينة بينها. لكن الدكتور بشكل عام يلخص بأن جزءاً من الأزمة التي نعيشها في الوضع المعجمية العربية لها جانبان، إذا أحسنت فهمي. الجانب الأول هو ضعف الاستفادة من المعطيات العلمية التقنية الحديثة، وأيضا ضعف التمويل المالي لبناء عمل بصيغة مشروع عربي كبير جدا.
أنا أتمنى أن تكون المسابقة التي أطلقتها مساء اليوم سعادة الأستاذ الدكتور ليلك رئيسة الجامعة مسابقة بناء معاجم رقمية عربية إن شاء الله جزءا من بنات أساسية في هذا التوجه. فشكرا جزيلا للدكتور مصطفى. الآن أنتقل للمتحدث الآخر وهو الأستاذ الدكتور المعتز بالله السعيد وهو أستاذ مشارك في اللسانيات والدلالة وحوسبة اللغة في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة في مصر. والدكتور حاصل الدكتور المعتز بالله حاصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة وعمل خبيرا ومستشارا في حوسبة اللغة وتقنيات اللغات الطبيعية واشتغل في عدد من المؤسسات العربية الفاعلة في هذا السياق. الدكتور المعتز بالله نشر ما يزيد على 30 بحثا وستة كتب في المعجمية العربية والدراسات اللغوية المعاصرة. كذلك الدكتور المعتز بالله حصل على جوائز مشهودة من ضمنها جائزة جامعة القاهرة لفطوحة علمية وأيضا جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإلكسو للإبداع والابتكار التقني في ميدان المعالجة الآلية للغة العربية. وكذلك حاز على جائزة رائد بن حميد للعلوم والثقافة في العلوم الإنسانية. الدكتور المعتز بالله يأتينا من اللسانيات والدلالة بوصفها تخصصا لغويا ليكمل ما بدأه الدكتور مصطفى باعتبار أن الدكتور مصطفى يأتي من خلفية تقنية حاسوبية بحتة. ورقة أو مشاركة الدكتور المعتز بالله في هذا المساء عنوانها حوسبة اللغة ومنجزات المجامع اللغوية نحو مجتمع معرفي جديد. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام حياك الله دكتور. الحمد لله وحده وصلاة وسلام على الأنبياء بعد محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. شكرا جزيلا للجامعة السعودية الثمانية على الدعوة التنظيمة وأسعد بوجودي بينكم. سأتحدث بإذن الله عن حوسبة اللغة ومنجزات المجامع اللغوية. في البداية أحب أن أطرح سؤالا تمهيديا، ما الذي تقدمه الآلة للمنجز المجموعي العربي؟ حين نتحدث عن المنجز المجموعي ونتحدث عن الآلة ينبغي أن نميز أن نحدد أولا ما هي حوسبة اللغة. حوسبة اللغة غايته اللغة يكون وسيلتها هي الآلة. نحن في حوسبة اللغة نحاول أن نخرج عن المنطق اللغوي إلى المنطق الرياضي. هناك العديد من الميادين التي تتبع حوسبة اللغة، منها اللسانيات الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية وتقنيات اللغات الطبيعية، ولها جانبان، جانب تنظيمي وجانب تطبيقي. التنظيمي في حوسبة اللغة نحن نعنى بالتطعيم اللغوي ونعنى أيضا باختبار الخصوصيات القائمة حول قضايا معينة. أما في الجانب التطبيقي فنحن نعنى بصناعة المواعيد وتوظيفها في صناعة وضعها وكذلك في تطويع الأدوات. أما عن المنجز المجموعي، الواقع أننا يعني لدينا مجموعة كبيرة من الجامعة والمؤسسات المعنية بخدمة اللغة، لعل أقدم المجامع اللغوية مجمع اللغة العربية بدمشق، هناك كذلك مجمع اللغة العربية بالقاهرة والمجمع العربي العربي، ويعني مؤسسات عديدة هي في عدد اللغوية. إذا تحدثنا عن منجز المجمع أو المنجز المجمعي عموماً ننظر إلى التأليف والصناعة، وحديثنا اليوم تجاوز التأليف إلى الصناعة، لأن التأليف لا يعبر عن فكر مجمعي وإنما يعبر عن فكر مجمعي. أما الصناعة هي لها ضوابط وقواعد تعبر في مجملها عن فكر مؤسسي عام. وحين نتحدث عن الصناعة المجمعية فنحن نتحدث كما أشار الدكتور مصطفى عن المعاجم، ونحن نصنفها عمل المجامع
إلى معاجم الألفاظ ومعاجم المصطلحات. المعاجم تشمل أشكال الأخرى، منها ما يمكن نشير إليه أو نسميه مثلا، يمكن أن نصنفها بشكل أوسع إلى معاجم الألفاظ التي تصنف إلى المعاجم العامة والمعاجم الخاصة. من أمثلة المعاجم العامة المعجم الوسيط، ومن أمثلة المعاجم الخاصة معجم لغة الشعر. والمعجمان جزاهما مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ويمكن أن نمثل معجمات المصطلحات بمعجم المعجمات العربية طبعا والمعجمات المحمودة. من أمثلة المعجمات المصطلحات أو يعني مساعد المصطلحات العربية، مساعد مصطلحات ألفاظ الحضارة، وهو يعني مما أنجزه مجمع اللغة العربية بدمشق. ومن المعاجم المعربة معجم مصطلحات المعلوماتية، وهو يعنى أصلا بالمصطلحات الموجودة في لغة الحضارة ثم ما يؤديها في العربية كمعجم مصطلحات المعلوماتية، وهو يعني مقصود بمسميات مختلفة في منجز مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومنجز مجمع اللغة العربية بدمشق، وكذلك منجز مكتب تنسيق التعاميد الصعبة. حول العلاقة بين الآلة والإحصاء والصناعة المجمعية، إلى أي مدى تتأثر صناعة المجامع بالقياس المعتادة الحسابية؟ حتى نجيب عن هذا السؤال نطرح بعض الإشكالات التي نقف بها في المعاجم العربية. على سبيل المثال، لو نظرنا في المعجم الوسيط، وهو معجم عربي مشهور، أنجب المعجم الوسيط باعتباره مؤثلا للغة العربية المعجمية، وصنع كما يقال في مقدمته ليكون مناسبا للغة العربية. لو نظرنا في هذا المعجم نجد كثيرا من الوحدات التي تتفعل. على سبيل المثال نجد كلمة إقليم تعد في أقلمة وتعد في قلمة، بالمدخل أقلمة وفي قلمة. نجد بيزرة في بيزرة وفي بزرة. نجد تمساح في مسحة وفي مسحة، وهكذا. والمثال على ذلك على هذا كثير. نجد أيضا الوقوع في إشكال التعريف. نجد أن المعجم يعرف السفينة على أنها الفلك، ويعرف الفلك على أنه السفينة، ويعرف القط على أنه الهرم، ويعرف الهرم على أنه السفينة. نجد إشكالا كذلك فيما يتصل بالمعرب والدخيل، فهو لا يميز بينهما، إذ يضع الحيرة في موضع على أنه معرب وفي موضع آخر على أنه دخيل، وهكذا. وخلاف هذه الإشكالات هناك إشكال مهم للغاية، هو الذي يتصل بطبيعة المعجم. نجد أن المعجم على سبيل المثال يضع مثلا كلمات مثل بشبك بحشلة بعضها، وهي في واقع الجمع لا تمثل اللغة العربية المعاصرة ولا تستخدم فيها، في حين أنه يمر كلمات أخرى حتى في طبعاته الجديدة التي ظهرت في السنة الثالثة يعمل فيها حاسوب، يمكن نقال أو جوال ما يتصل بها. أما معاجم المصطلحات فنجد فيها إشكالات تتصل بضبابية المفهوم. على سبيل المثال نجد من المصطلحات التي توضع مثلا مصطلح كشكل توضيحي، نجد يعني وعودا للتعريفات الفعلية التي تقوم بخصوصا عن ضوابط صناعة المصطلح، ينفع سبق صناعته شكل توضيحي، ينفع سبق صناعته، هي مصطلحات موجودة في معجم المصطلحات الطبية. نجد أيضا فجوة حسابية هائلة. على سبيل المثال لو نظرنا إلى معجم مصطلحات الإعلام، أنجز معجم للمصطلحات الإعلامية في مجمع اللغة العربية بلغ عدد المصطلحات 77، وأنجز معجم آخر في مكتب التعويب تجاوز عدد المصطلحات 4000 مصطلح.
يمكن أن نلخص هذه الإشكالات في إشكالات تتصل بالنموذج وإشكالات تتصل بالمحيط وإشكالات تتصل بالجزء. نقول إن هذه الإشكالات ناتجة عن غياب ضوء الآلة في المعالجة المعجمية أو المجمعية، المعجم يمثل المجمعية التي نتحدث عنها. ما المقصود بالنموذج؟ لو نظرنا إلى هذا المثال، هل مجموعة من الكلمات التي تنتج جميعا في حقل دلالي واحد هو حقل السنوكميات الأسد، النمى، البهد، البطح، الوشع؟ نجد أن المعجم الواحد سواء المعجم الوجيز أو الوطيق الكبير يعرف هذه الكلمات بأشكال مختلفة لأنماط متعددة، فهو يضع خمسة نماذج لا يشبه أحدها الآخر. يقول الأسد مثلا جنس من الفصيلة السنوعية، إنما حيوان حصان من الفصيلة السنوعية، الفهد سبع من الفصيلة السنوعية، وهكذا. فهذه النماذج يعني طبيعة الحال هي يعني نتيجة طبيعية لغياب بعض هذا. عندنا أيضا إشكال يتصل بالحلوة من الأمثلة الواضحة لحل هذا بناء المعجم الكبير الذي استغرق أكثر من 70 عاما ولا يزال قائما حتى الآن، ولم بل إن المنجز حتى الآن لم يتجاوز النصف بعد أكثر من 70 عاما. عندنا أيضا ما يتصل بالجهد المعجم التاريخي، على سبيل المثال قامت له العديد من المحاولات استغرقت العديد من السنوات ولم تأتي إلى يعني أن تتوقف ثم وبعدها محاولات أخرى وهكذا. ما الذي تقدمه الآلة لنا؟ إذا أردنا أن نعالج هذه الإشكالات النمذجة والعقد والجهد فنحن بحاجة إلى ثالوث الآلة والإحصاء واللغة. نحن بحاجة إلى توظيف الآلة، بحاجة إلى إيجاد تحليل كمي لمادة المعجم، وبحاجة إلى الإفادة من منطق اللغة، وأن نجمع هذا المنطق إلى الآلة وإلى الإحصاء. لو تحدثنا عن تجارب حصول المعجم غير العظمية، نجد العديد من التجارب الناجحة في ثلاث معجم مشهورة، منها لوهمان الإنجليزية وكولينز الأمريكية وفيدمانش الإيطالية ومعاجم المنظرية الخمسة. إذا تحدثنا عن صناعة المعجم في اللغة العربية، التجارب في حوسبة المعجم تجارب محدودة للغاية. منها على سبيل المثال ما تقدم به طبعا الدخان والسكر وتجربة جامعة المهمة، منها تجربة الدخان في صناعة المكنسة الكبيرة وهي ليست مجمعية كتجارب الجامع، لعلها تقف على تجربة معجم لغة الشعر الذي تلاته في بعض مراحله بالمادة الشعرية الموجودة، لكنه لم يتمكن الإفادة من عمليه في جمع هذه المادة. نحن بحاجة إلى توظيف الآلة في العمليات الثلاث، الجمع والتحميل والنشر، وبحاجة إلى المواعيد التي تساعدنا على هذا الأمر. المواعيد معناها المواعيد الحاسوبية التي تتمثل بالأدوات والخوارزمية التي نستخدمها، والمواعيد القوية ومنها المدونات والأنثولوجيا، والمواعيد الإحصائية وما في قوانين التحليل وتقنيات النحو العددية. كتوضيح لهذا الأمر، المعجم الوسيط أو المعجم الكبير يحوي مادة كبيرة، أو حتى المعجم الوجيز، نتجاوز المعجم الكبير ونتحدث فقط عن المعجم الوجيز والمعجم الوسيط، نجد محتوى غزيرا من المادة التي لا نستخدمها فعليا، لا يستخدمها الطالب، لا يستخدمها الطالب، لا نستخدمها في لغتنا العربية المعاصرة، ونجد كلمات كثيرة نحن بحاجة إليها ولكن ليست مفقودة أصلاً.
تتعين بأنها تمثل رفع اللغة. ثالثا نستطيع أن نوظفها توظيفا حقيقيا في أنها تمثل مجتمعا لغويا محدودا. فنحن ننتقل من المجتمع اللغوي غير المحدود الواسع إلى مجتمع نستطيع أن نتحكم في بياناته ومدخلاته بالإضافة أو الحذف أو التعديل. نستطيع أن نوظف تقنيات حوزبة اللغة أو في استخلاص المعلومات أو المحتوى المعجمي. على سبيل المثال نستطيع أن نوظف الفهمسة الآلية في إنتاج المداخل والوحدات. نستطيع أن نوظف أنظمة التحليل الصنفي في إيجاد المعاني الوظيفية البنوية أو الصنفية. نستطيع أن نوظف نظام التحليل التركيبي في تعيين المعاني الوظيفية التركيبية. نستطيع أن نستفيد من آلية فك الالتباس الدلالي في تعيين المعاني المعجمية وهكذا. شكرا جزيلا لكم. أرجو أن لا أكون أطلت أو يعني أعتذر إن كنت تجاوزت الوقت، ويعني جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور المعتز بالله على هذا العرض الرائع، والدكتور وأجاد كثيرا في عرض ماهية حوسبة اللغة والبناء المفاهيمي لها، وكذلك تحدث عن ما يمكن أن يسمى بتطوير تقنيات اللغات الطبيعية ومن ضمنها اللغة العربية، وأيضا عرج على الحديث على المنجز المعجمي العربي، وتحدث عن نوعين كبيرين هما معاجم الألفاظ ومعاجم المصطلحات، ثم بعد ذلك حاول أن يحدد الآلية المنهجية للتعاطي مع هذين النوعين من خلال الحديث عن العلاقة بين الآلة من حيث الإحصاء والصناعة المعجمية، ثم بعد ذلك تحدث بإسهاب جميل حول ما يمكن أن نسميه بالإشكاليات التي تواجه بنية أو صناعة المعجم من حيث النمذجة والوقت والجهد، ثم بعد ذلك تحدث عن مجموعة من التجارب الدولية في حوسبة المعاجم اللغوية، ثم بعد ذلك ختم بالحديث عن آفاق لصناعة معجمية عربية مؤسسة لفكر لغوي معجمي عربي جديد يأخذ بحسبانه جملة التطورات والتجارب العالمية الناجحة في هذا السياق. فله جزيل الشكر. وقبل أن ننتقل للمتحدثة الثالثة أود أن فقط أحيي الجمهور الكريم، وأود أن أقول إذا كانت هناك أي أسئلة للمتحدثين، أسئلة أو تعليقات، فجيد لو يتم نشرها في الشات كي يجيب عنها الزملاء المتحدثون. الآن ننتقل للمتحدث الثالث وهي الأستاذة ريم الفريح، والأستاذة ريم متخصصة في اللسانيات الحاسوبية أو اللغويات الحاسوبية، وهي باحثة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، وتعمل على مشروع بحثي طويل حول المدونات المتوازية. مشاركتها معنا اليوم عنوانها مدونة طلاب الجامعة في المدونة المتوازية لمتعلمي الترجمة، مصدر لغوي جديد لدراسة الترجمة واللغويات الحاسوبية. فلتتفضل الأستاذة ريم، مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يظهر العب على الشاشة. الآن العرض واضح. أشكر لكم دكتور عبد المحسن استضافتكم، وأشكر لجنة الإنسانية لتنظيم هذا الحدث بمناسبة اليوم العالمي والعربية، وأسعد اليوم بالمشاركة معكم والحديث عن مشروع مدونة طلاب المرحلة البينية المتوازية للتعليم والترجمة، حيث يحدث هذا المشروع لخدمة مجالات بحثية متعددة لأهم من صناعة العالم اللغوي الإلكتروني، والتي تتمنى بتقديم أمثلة سياقية واقعية للمشروع حقيقية. بداية أعرف بالمقصود بالمدونات.
المتوازنة مدونات متعددة التربية المتوازنة. هل لا يخفى عليكم أن المدونات المتوازنة هي المدونات التي تحتوي على نص أصلي ومقابلة الترجمة هذا النص، أو تحتوي على نص أصلي وعدة ترادم ذاتنا، قد تكون هذه الترادم للمتربين مختلفين ذات اللغة أو تكون للغات متعددة. أما بالنسبة للمدونات المتعددة فهي المدونات التي تعرف واقعية أنتجت ضمنها من عملية تعليمية لتعلم اللغة الثانية أو اللغة الأجنبية. تقدم مدونات متعلمة الترجمة المتوازية مزيداً بين هذا بين هذه أو هاتين المدونتين، بحيث تقدم مدونة متوازية ومدونة تعليمية أنها تتخصص في طلاب أو في نصوص متعلمة الترجمة. حين نستعرض المدونات الحالية لمتعلمي الترجمة، نجد أن واقع المدونات الحالية إلى يومنا هذا لا يتضمن اللغة العربية. ومن هنا كان الحرص على العمل على مثل هذا المشروع، حيث أنه تقدم دراسات الترجمة من وإلى العربية وجميع تطبيقاتها الحالية. إذا أعرف مدونة متعلمي الترجمة المتعلمية، هي مدونة تحتوي على نصوص متوازية. أستاذ ريم، لو ترفعين الصوت مشكورة. بارك الله فيك. هي مدونة تحتوي على نصوص متوازية واقعية لمتعلمي الترجمة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. تعد هذه المدونة الأولى من نوعها من حيث اللغات المتضمنة العربية والإنجليزية والفرنسية، من عدد المهام المختلفة التي تحتوي هذه المدونة، ومن حيث عدد الكلمات. أتمنى الصوت واضح. نعم نعم، وفي بالنسبة لي الصوت واضح، بس بعض التعليقات كانت تقول بأن الصوت خفيف قليلا. ركز الموضوع المشروع منذ بدايته على جمع مشاريع التخرج لطالبات الترجمة في جامعة الأمير عبد الرحمن، ومن ثم توسع لجمع التراجم جميع المستويات الدراسية لتعلم الترجمة في جامعة الأميرة نورة عبد الرحمن وخارجها، حيث أن جامعة الأميرة نورة هي جامعة وجميع المتعلمين من الطالبات، فكان هناك حاجة للتوسع لتراجم من طلاب من خارج الجامعة للدكتور. قسمت المدونة أو هذا المشروع إلى عدة مدونات فرعية، وهذا التقسيم لم يكن شرفاً أو رغبة في تعدد المدونات، إنما كان بسبب الحاجة إلى تقسيم مدونات إلى مدونات فرعية بحسب لغة الترجمة أو بحسب طبيعة النص، حيث أن بعض النصوص هي عبارة عن تراجم شفهية، بعض النصوص هي عبارة عن تراجم مكتوبة، وبعض النصوص هي عبارة عن تراجم وثائق متعددة الجديد. كما تحتوي أيضا على نصوص غير مترجمة بهدف المقارنة. أبرز أهداف المدونة، أول هدف هو تقديم مصدر لغوي لدعم دراسات الترجمة من وإلى العربية. وحين نقول من وإلى العربية، فإن الهدف الأساسي للمدونة أو التركيز الأساسي للمدونة هي الترجمة العربية، ولذلك نرى أن أغلب النصوص الموجودة في المدونة هي تراجم إلى العربية، لكن يوجد أيضاً تضرب على نصوص أخرى إلى اللغات الأخرى. ركزت المدونة على اتباع منهجية من بدء النصوص، وهي جمع النصوص المتعلمين الترجمة في أدائهم الأول أو ما يسمى بالمسودة قبل تدخل المعلم والتصحيح، ومن ثم جمع النص النهائي بعد تلقي المتعلم لملاحظات المعلم. وهذا لا يعني بالضرورة أن الطالب قد قام بعملية التصحيح، إلا أننا نعرض النص النهائي كما سلم وقلم المعلم. تهدف المدونة إلى تصحيح وترميد أخطاء الترجمة من وإلى العربية، استنادا على هذه البيانات الضخمة المتوفرة فيها، كما تستهدف إلى تصحيح وترميد معايير الجودة في الترجمة، حيث تهدف دائما إلى
أعلم أو أركز على أخطاء الترجمة، لكن ينبغي أن أركز على معايير الجودة. تحدث المدونة إلى تصميم إطار منهجي لتقييم جودة الترجمة، قياس الكفاءة، قياس الإبداع، وما هي وتعريف ممارسات الترجمة الإيجابية. تحدث المدونة أيضاً إلى تقديم بيانات وصفية شاملة ومتسقة، تعرف بجميع المهام أو النصوص الموجودة فيها، تعرف المتعلم وتعرف المعلم بحيث يجد الباحث معلومات كافية عن النص وعن المعلم وعن المتعلم. تهدف المدونة أيضاً إلى أو تدعو المدونة من أحد أهدافها والدعوة لإعادة النظر في طريقة تدريس الترجمة والمناهج التدريسية وماذا ينبغي أن يقدم أولاً وماذا ينبغي أن يركز عليه وما إلى ذلك. من أهم أهداف المدونة هو بناء أدوات حسوبية للتعرف على أخطاء الترجمة وتصحيحها وأدوات حاسوبية لتقييم جودة الترجمة وجودة النصوص المقدمة. حين نعرض المدونة الفرعية للمشروع نجد أن المدونة الأم هي مدونة متعلمي الترجمة للغة العربية والإنجليزية، حيث تعتبر هي المدونة الأم التي تحتوي على النسبة الأكبر من الجنسية. كما نجد أيضا مدونات متعلمي الترجمة متعددة وظائفها أيضا باللغة العربية والإنجليزية، إلا أنها تعرض للنصوص التي هي عبارة عن تراجع لازمة لمن يسمى بالسبتايتل أو يكون هناك متعدد الطائر فيكون هناك ترجمة للنص ومن ثم تفريغ للترجمة في النص مكتوب. يوجد أيضا مدونة متعلمة باللغة الفرنسية والعربية وهي مشابهة للمدونة الأم إلا أنها أصبحت مدونة مستقلة بسبب نفس اللغة. مدونة متعلمي الترجمة متعددة التراجم تختلف من منهجيتها عن بقية المدونات حيث أن هذه المدونة هي المدونات خارج مشروع التخرج، حيث عادة يقدم الأستاذ نصا للطلاب أو للطالبات وعندها يقوم جميع الطالبات بترجمة ذاتنا، فهنا لدينا نص واحد أصلي وعدة تراجم من الطالبات مختلفة فاضطرنا أن يكون هناك تصميم مختلف في هذه المدونة. مدونة متعلمي الترجمة متعددة اللغات ذات النص الأصلي ترجم من طالبات اللغة الإنجليزية وطالبات الفرنسية وهنا أصبح عندنا مدونة متعددة اللغات. مدونة مقدمة المترجم هي أسميناها مدونة إلا نسألها في توصيل النصوص وهي عادة مبحث بذاته، دائما المترجم حين تجد أي كتاب مترجم يكون المترجم يكون بكتابة مقدمة للقارئ يخبر القارئ لماذا ما هي التقنيات التي استخدمها ولماذا لجأ إلى هذا الأسلوب إلى آخره، وهذا عرض يكون بالطالبات الجامعة. فرأينا أنه من الجيد تضمين هذه المقدمات وعدم تهميشها وإضافتها بحيث تكون مبحث للباحثين. مدونة تعلمي الترجمة المقارنة هنا نصوص كتبت باللغة الإنجليزية ليست مترجمة وإنما تقرأ تتفق مع النص المترجم من ناحية المجال إلا أنها كتبت باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. مدونة متعلمي أستاذ ريم، أستاذ ريم، الضجة وهي الترجمة الطلابية قبل تدخل المعلم. الصوت انقطع أستاذ ريم.
أستاذ ريم الصوت؟ دكتور عبد المحسن، حتى يتم حل الإشكال هذا من عند الأستاذ ريم، إذا أمكن أن تعرج على بعض النقاط التي تم ذكرها سابقا كرما منك. أيوة شكرا، أنا أحاول أتصل مع الأستاذ ريم، ربما عندها إشكال تقني. على كل حد، الأستاذ ريم قدمت في ما قدمت من الورقة اللي معها تحدثت فيها عن مدونة طلبة الجامعات، وتحدثت عن ما أسمت بالمدونة المتوازية، وهي التي تتحدث عن مجموعة من النصوص المتوازية، نص عربي يترجم إلى لغة إنجليزية، إلى فرنسية أو إلى لغات أخرى. ثم بعد ذلك تحدثت عن تنوع وثراء المادة التعليمية التي قام المشروع بمعالجتها. ثم بعد ذلك أيضا تحدثت بأن هذه المدونة قد غطت جميع المستويات طلبة الجامعة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، إضافة إلى طلاب آخرين وطالبات أخريات من خارج الجامعة. وأيضا قسمت المدونة المتوازية إلى مجموعة مدونات تحدثت فيها عن مجموعة أنماط نصية ودلالية وتركيبية، وقالت بأن هناك حاجة ماسة إلى مدونات فرعية، بحيث أن تقوم بأخذ المدونة بوصفها مادة خام، ثم بعد ذلك تقسم هذه المدونة إلى مدونات فرعية بحسب النص ونوع اللغة، هل هي لغة شفهية أم لغة مكتوبة، وأيضا مستويات النص من حيث البساطة أو من حيث التعقيد. قالت بأن من أبرز أهداف هذا المشروع أو هذه الدراسة هي الإفادة من مصدر لغوي آخر للترجمة، يتم خلاله ترجمة آليات وأساليب ووسائل الترجمة. ثم بعد ذلك عرجت على المنهجية التي اتبعتها المدونة من حيث جمع النصوص، ومن حيث أيضا الترجمة الأولى التي يقوم بها المترجم اللي هو الطلاب والطالبات قبل أن يراجعها المعلم. ثم بعد ذلك يقوم المعلم أو الزميل أو الزميلة بمراجعة الترجمة ثم تطويرها مرة أخرى. أيضا قضية أخرى في المنهجية تحدثت عنها الأستاذ ريم مشكورة، وهي قضية ترميز أخطاء الترجمة من أجل الوصول إلى قسمات واضحة للأخطاء التي يقع فيها المترجمون، وأيضا معايير الجودة التي من المفترض أن تصل إليها والترجمة. وانتهت الورقة بحسب ما توصلت له الأستاذ ريم إلى الدعوة إلى إعادة النظر في استراتيجيات وأساليب وطرائق تدريس الترجمة، والانتقال وتوظيف التقنيات الحديثة في مجال إعادة النظر في تدريس الترجمة. ثم قالت بأن هذه المدونة هدفت إلى بناء
أدوات حاسوبية مفيدة للترجمة من أجل تطوير الترجمة التقنية وأيضا الإفادة مما أسمت بالمدونة متعددة اللغات التي تستخدم في إسبانيا أكثر من لغة. هذا بشكل إجمالي، وأتمنى إن شاء الله أن الأستاذين تعود بمجرد ما يتم حل الإشكال الذي لديها. والكلمة لك أستاذ متعب إذا في أسئلة أخرى من الفضول. شكراً. شكراً سعادة الدكتور، سعادة الدكتور عبد المحسن العقيلي الذي أدار هذه الندوة، الندوة بنجاح وتمكن. هناك مشاركتان أو طلب مشاركة، سنأخذ المشاركة الأولى للأستاذة لطيفة بعد الإذن حيث نستعرضها سريعاً. تفضل يا أستاذة لطيفة، المايك لديك. عذرا ان فتح الصوت، لان الاستاذه عادت. عادت والعضو احمد. نعم. هي كم استاذين؟ ما ادري حقيقه السبب، لكن ممكن اشارك في المقطع. تفضل، اعتقد المجال متاح لك لاكمال ما لديك. نعم تفضل. فقط اسمح لي لا تظهر. أستاذ ريم؟ نعم تفضلي. هنا يظهر لكم، تظهر الشاشة؟ نعم تفضلي. نعم، هنا يظهر المكشاف السياقي لمتلازمات نقدية، حيث تكون أداة بحث يمكن للباحث فيها بحث عن المتلازمات النقدية في النصوص المتوازية، بحيث يمكن له استخراج المتلازمات النقدية اللغة العربية والإنجليزية أو اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. يوجد واجهة يمكن للباحث فيها البحث في جميع المدونات وليس فقط المدونة محددة بذاتها، يمكن له استخراج النصوص في جميع المدونات. بالنسبة لتوفر النصوص، هناك عدد ضخم من النصوص المتوفرة لدينا، عزم هذا الرقم لا يعبر عن الرقم الحقيقي الموجود، حيث أننا لا نقوم بجمع نصوص متكلفة أو ميدة، سنجمع نصوص طبيعية في كل متوفرة دائمة في كل مقرر وفي كل فصل وفي كل برنامج دراسي. فلدينا العديد من النصوص، لأن النصوص التي تم محاذاتها من عدد النصوص المجموعة هو ما يقارب نسبة 48% منها، وما زال العمل جاري على عمل هذا النصوص. حين أتحدث عن النصوص، استخدام النصوص يتم جمعها بأشكال مختلفة، هذا لا يعني أنها جاهزة ومهيئة لرفعها في المدونة، وإنما نقوم بالعمل، أقوم أنا وزميلي الأستاذة نهى الزاكر بالعمل على تلقي النصوص، جمعها، تهيئتها لمحاذاة، ومن ثم رفعها في موقع المدونة. هناك عمل تركز عليه زميلة الأستاذة نهى جاسر بترويج أخطاء الترجمة، حيث نعمل بداية على تصحيح أخطاء الترجمة، وهذا التصحيح يعتمد على كمية البيانات الضخمة والأخطاء الشائعة المتوقعة في نصوص المجموعة، ومن ثم العمل على ترويج هذه الأخطاء في المدونة وبناء أداة لترويج النصوص، حيث يتم العمل على نموذج إبن ترويج النصوص، وسيتم الحصول على تقبل بشكل موثق. أما في الحديث عن التنصيب النحوي أو ما يعرف بالتاكس، حين نتحدث عن مدونة متعددة اللغات، فهنا نجد أنفسنا في مأزق، هل من الواجب علينا تنصيب نحوي متعلمين؟ هل هناك حاجة لتنصيب متعلمين نحويين؟ وهل نقوم بتنصيب جميع اللغات فقط اللغة المترجم إليها؟ أو هل نقوم بترجمة
الموضوع الدراسة. يمكن مدونة دعم مشاريع هذه المدونة الإلكترونية سياقية، خاصة بناء معادن مستقبل المتصاحبات اللغوية ثنائية اللغة تحديدة جدا لمتعلمي الترجمة، أو قواميس أو معادن لمتعلمي الترجمة سواء باللغة الإنجليزية والعربية أو الفرنسية والعربية. مجال البحث في مجال مدونات متعدده الترجمه في المهد، وهذا مجال يدعونا الى الاجتهاد وقد نخطئ وقد نصيب، وفي الوقت ذاته لا يوجد منهج نتبعه في هذا المجال، فنحن اجتهدنا في عملنا اتباع المنهجيه الموجوده، ونامل ان تكون مفيده للباحثين وأن تكون مصدرا سريعا لاستخدام التطبيقات الحاسوبية للغة العربية. في النهاية أشكر جامعة الأمير العربي عبد الرحمن كلية اللغات في الجامعة، جميع الطالبات والأساتذة في قسم الترجمة وقسم اللغويات التطبيقية الذين ساهموا في دعم هذا المشروع. ولولا إسهامهم في هذا المشروع لم تكن هذه المدونة التي لم تتلقى أي دعم مادي، وإنما تلقت الدعم لا محدود من الطالبات ومن الأسرة بطبعها وتعلمها. يمكن الوصول للمدونة عبر هذا الرابط، هناك ورقة منشورة تعرف المدونة التي يمكن يكون من هذا الرابط، وفي هذا الرابط بالتواصل يمكن بالمدونة للأسرة والمدونة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأستاذ ريم على هذا العرض الرائع والورقة المتميزة حقيقة، سواء على صعيد الفكرة أو الجهد أو المنهجية أو حتى النتائج والمآلات التي انتهت إليها، بالذات فيما يتعلق بالبحث عن أدوات حاسوبية للترجمة، وأيضا إعادة النظر في طرائق واستراتيجيات تدريس الترجمة، أو بتغطية مجموعة من القضايا المهمة معجميا أو ما يعرف بالمتلازمات اللفظية في العربية والإنجليزية والفرنسية، أو ما يعرف بالوسم أو التوسيم النحوي والذي يساعد على بلورة مدونات حاسوبية عربية متكاملة تؤسس لتطوير الجوانب المتعلقة باللغة العربية. الآن الكلمة للأستاذ متعب، ونعود لإذا فيه مداخلة من الزملاء الحضور. شكرا لك دكتور عبد المحسن ولجميع المتحدثين اليوم. الأستاذة لطيفة، أيضا ننوه الذي يرغب بالمشاركة والتحدث عليه رفع ضغط على زر الهاند، رفع اليد، وسنقوم مباشرة بمنحه الإذن بالتحدث. الأستاذة لطيفة، إذا كان لديك مشاركة تفضلي. طيب دكتور عبد المحسن، هناك تعليق يقول بأنه لابد من الأستاذ علي، يقول بأنه لابد من ترميز أخطاء الترجمة. هذه النقطة إذا كنت توجهها لأحد ضيوفك للتحدث عليها أو التعليق عنها. أعتقد الأستاذ ربما يكون لديها مداخلة فيها، ثم بعد ذلك من أراد من الزملاء. نعم، هو هذا أهم أهداف الأستاذ، أن يكون هناك بداية تصحيح للأخطاء، حيث تقسم ما هي الأخطاء وما هي أنواعها على مستوى الكلمة وعلى مستوى النص وعلى مستوى السياق، ومن بعدها تطوير أداة لترميز هذه الأخطاء. تبذل الأداة بداية بالتقسيم الموجود، ومن ثم نستخدم تعلم الآلة، تتعلم الآلة متوفرة الأخطاء الأخرى التي تعرفها، خاصة بأن النصوص موسمة بالدرجة، الدرجة التي تكون تقييم الطالبة، فهذا قد يدعم التعلم الآلي لأداة أو ترميز. سيد، أنا لدي سؤال. تفضل. أنا لدي سؤال للأستاذ الدكتور مصطفى جرار، عطفا على العمل الكبير الذي عمل في بناء الانطلاقة العربية. ربما لو سأل سائل، بما أننا في الجامعة السعودية الإلكترونية مهتمون
بتعلم متعلم اللغة العربية لما بقينا بغيرها. ف وأيضا تحدث في الأنطولوجيا المعجمية عن ما أسماه بحوسبة اللهجة العامية في منطقة الشام وفي فلسطين تحديدا. أحيانا في بعض النظريات في تعلم وتعلم اللغات الأجنبية، بعض النظريات تركز على ما يسمونه بتدريس اللغة الاجتماعية أو اللهجة البيضاء، بمعنى أن يتم تدريس اللغة للناطقين بغيرها عن طريق توظيف ما يعرف باللهجة البيضاء أو اللغة التداولية أو اللهجة التداولية المستخدمة. السؤال هو، هل بالإمكان أن يساعد عمله الكبير والجبار، هذا المشروع الكبير، في تطوير بعض الآليات والوسائل في تعلم التعليم العربية للناطقين بغيرها في هذا السياق؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال، وبصراحة هذا سؤال هام جدا. وجدنا يعني من أحد هذا وجدنا كانت أهدافنا حاسوبية، إحنا بالكامل عندما قمنا بحوسبة اللهجة العامية، ولكن أطلقناها على موقع موجود على اسمه كراس، إذا بحثت كراس بير زيت توجدوه، وتفاجأنا جدا يعني إيجابيا بأنه مستخدمين الموقع بالآلاف، اللي هم من غير الدول العربية. فوجدنا أنه الموقع شاع كثير بين يعني متعلمين اللغة للناطقين بغيرها، لأنه بمكنك تبحث باللغة الإنجليزية عن كلمة كله book بالإنجليزي، ويجيب لك كتاب كله، ويجيب لك إلى الكتاب يجيب لك الفصحى ويجيب لك العامي. فأعتقد أنه من أهداف حوسبة اللهجات العامية وطر موجود وجود يعني وتوفيرها على الإنترنت له أهداف لتعليمية بحتة لمتعلمين اللغة. يعني إذا كان لديكم اهتمام ممكن نتعاون يعني في هذا المجال ونطلق يعني نوسع الإشي بطريقة أكبر، وتأكدوا أن هذا يمكن من أهم الأشياء اللي متعلمين اللغة بحاجة لإلها أنهم يفحصوا، لأنه ما في معاجم لثلاثية، ثلاثية بقصد يعني مثلا إنجليزي وفصحى وعامية بنفس الوقت يعني. فالمدونة عمليا بشك يعني وفرت هذا الشيء وضمن سياق جمل كمان. ممتاز جدا دكتور، تفضل نتعب. هناك مداخلة أخرى، سيد محمد، أستاذ سيد محمد تفضل. أستاذ سيد محمد المايك لك، أنا منحتك الإذن الآن. طيب طارق، هناك أيضا مداخلة أخرى من طارق، تفضل. تسمعني؟ أستاذ طارق. إيه فيك تسمعوني؟ نعم. أي نعم تفضل نسمعك الآن. شكرا كثير على هذه الندبة والدسكشن على اللغة العربية، هي شيء مهم. أنا كنت سؤالي كان نحن يعني في كتير ناس مغتربين عندهم بيحكوا اللغة العربية وبلس بيحكوا اللغة الإنجليزية، أنا من الأشخاص اللي بيحكي اللغة الإنجليزية أكثر من العربية من الماضي اللي كانت فيه، بس إحنا أولادنا بتنيهم دايما يتعلموا اللغة العربية ويحكوا باللغة العربية، بس اللي عم نشوف هالأيام أنه الجمل عم تتركب بين عربي وفيها كلمات إنجليزي وكلمات حتى لغة تانية. فالمستقبل يلي هي الأولاد يلي عم يكونوا على الإنترنت عم يستعملوا اللغة الإنجليزية أكثر شيء، بس ما بدو يحكوا عربي كمان. فبس إذا فينا شو الفكرة أنه يصير في development اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية أو لغة تانية تعيس الإنترنت، بطريقة أنه الأجيال الجديدة بيحافظوا على اللغة العربية بس بيقدروا يستعملوها مع لغة تانية اللي هني معودين عليها. ما بعرف إذا درت النقطة، عبر عن النقطة اللي عم جارب قولها.
شكرا. شكرا لك. هذا سؤال مطروح للزملاء من أراد أن يعلق عليه، لأن هذه قضية أعتقد أنها مهمة جدا وخطيرة. ربما أخي معتز بالله بحب أعلق. تفضل دكتور مصطفى، نبدأ بك. هو يعني هذه قضية هامة جدا، متعلمين يعني الذين يعيشون في الغرب أو المغتربين العرب، فعلا أنا يعني عندي كانت في هذه كمان تجربة. الأولاد بتم عملية انفصال تام عن التحدث، حتى بالمناسبة يعني حتى معي شخصيا يعني إنه لما تبعد عن اللغة 10-15-20 سنة ما تكتبش فيها، فحتى يصير في عدم ثقة مرات بالإملاء أو التحدث أو فنعم هناك تحتاج إلى يعني الكثير من البرامج. هذا طبعا يعني شيء يعني بده طرح بين أكثر من جهة، يعني بدك توجد معاجد، بدك توجد برامج للأطفال. يعني بصراحة أكثر شيء كان مفيد هي برامج الأطفال، يعني إذا كانت جذابة وتحاكي متطلبات الأطفال الأيام هذه. أنا بعرف يعني قريبي كنت صغيرة قريبتي تحكي مثلا تركي بقى، يعني تركي بالكامل، ولا حد من العيلة ولا من أي بيحكي تركي إلا هي. كيف؟ لأنها وجدت نفسها على اليوتيوب في أشياء تركية أو إلى آخره. فهذه بدها كثير من المحتوى العربي، المحتوى العربي متعدد الأشكال، متعدد الاهتمامات، حتى إنه مش فقط نعلم يعني أطفال المغتربين العرب، بل كمان إن نجذب يعني فئات أخرى حتى من الصين، من الصين وغيره للتحدث باللغة العربية. طبعاً يعني صانعين المحتوى كذلك بحاجة إلى أدوات. أنا بحب أربط هذا الإشي بما يعني نستوي إحنا لازم يرتبط بأدوات، لأنه من أجل إنتاج محتوى عربي جيد بدك كثير أدوات، منها قضايا حرصة اللغة والخوارزميات والأدوات والمعاجم والبرامج وإلى آخره. يعني هذا جزء من جميل. الدكتور المعتز بالله السعيد تفضل. شكرا لكم دكتور. بالإضافة تفضل به دكتور مصطفى، نحن عندنا في اللغة العربية يعني كما تعلمون ما يسمى قوائم الشيوخ. قوائم الشيوع هذه كانت تبدأ عندنا قائمة الشيوخ بطعيمات أو الأحتومة إلى قائمة مكتب مصنف. هذه القوائم كانت تعد بشكل يدوي وتعتمد بمناسبتها أساسا على الاستبانات. الآن نحن نستطيع توظيف في بناء مثل هذه القوائم من خلال المدونات اللغوية السريعة للتحدث. نستطيع أن نوظفها في بناء قوائم الشيوخ وفي استخلاص القوائم أو الفرانكيك الأكثر دوامنا. هذه طبعا تفيد المعلم وتفيد المعلم في توفير الوقت والجهد لأنها تركز على أنماط أكثر دوامنا. لا تحقق الغاية لأن اللغة تعتمد أساسا على الاكتساب. يعني أنا حتى أتعلم لغة جديدة حتى إذا كانت لغة العربية الأصيلة التي لم أنشأ في بيئة تدعم تعلمي لها، فهذا يعتمد على الاكتساب، التواصل المباشر بين من يتكلمون هذه اللغة. لكن لو نظرنا إلى واقع اللغة العربية الآن أو المحتوى الموجود الآن في التقنيات ويعني كيف كان قبل 5 سنوات مثلا، نستطيع أن نمثل ببساطة بالترجمة الآلية، بدون الترجمة الآلية. الترجمة الآلية الآن يعني على جوجل ترانسليشن مثلا وصل بين العربية والإنجليزية في النصوص العامة، لا أقصد النصوص المختصة، يعني الآن فعلا تتجاوز نسبة 95%. طبعا الغلبة للنص الإنجليزي، يعني
النص الإنجليزي أجود، لأن المواعيد الإنجليزية أفضل يعني معالجة بشكل أكبر. لكن هذه النسبة مبشعة بشكل كبير، يعني مبشعة بشكل كبير، وهي يعني تشترك بين اللغات التي تنتمي إلى قصيدة لغوية، يعني بين الإنجليزية والألمانية أو بين الإنجليزية والهولندية أو بين الفرنسية والإيطالية والإسبانية، هي أكثر دقة مما هي بين الهولندية والإنجليزية. لكن المستوى الآن ليس كالمستوى من 5 سنوات، فيعني هذا يبشر، يعني هناك نقلة كبيرة، فهذا يبشر بإذن الله. جميل. الأستاذ علي لديه طلب مشاركة، تفضل أستاذ علي. الأستاذ علي المايك معك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أحيي لجميع الحضور على هذه الندوة المباركة، وأرغب يعني أن أتدخل في مسألة تتعلق بما وصلت إليه العلوم العرفانية الدلالية اليوم، وهي نترجمها نحن في تونس العرفانية أو المعرفية أو تترجم في الشرق الإدراكية. وهذه وأعتقد يعني أن هذا المدخل هو مدخل رئيسي في سهم رمزية اللغة. تسمعونني؟ نعم تفضل أكمل. إذا هو مدخل رئيسي في فهم رمزية اللغة حتى نخرج اللغة العربية من الدراسة المعيارية التي طالما تعودنا عليها، أو الدراسة البنيوية السوسيرية نسبة إلى فرديناند دي سوسير. لذلك أن البحث عن التصورات التي تحدث في الذهن للغة أعتقد أنها مشتركة بين جميع اللغات، وإذا أسسنا هذا التصور وانطلقنا منه سيصبح لدينا فهم لما يسمى بالنحو الكلي أو النحو الكوني. مثلا أعطيكم مثال، يعني حتى في، وهذا قد يكون له علاقة بالترجمة أساسا. مثلا لو أخذنا كلمة حرف الميم أو صوت الميم، صوت الميم لو تجري اختبار أو ترجمة على الجوجل ستجد أن صوت الميم يتكرر في نسبة مئوية في نسبة مئوية مرتفعة مع جميع اللغات عندما نتحدث عن الأم، ماما، أمي، mother بالإنجليزية، مامي، يعني في لغات متعددة. إذن هذا الانطلاقا من هذه الفرضية، انطلاقا من هذه الفرضية سنجد أن أسلافنا القدامى ومنهم ابن جني مثلا قد فهم دون أن بحدثه، دون أن تكون هناك نظرية متماسكة وهم يسميه تساقب المعاني. إذن لماذا هذه المداخلة الأساسية في تقديري؟ حتى نفهم أن اللغات لها مشتركات. مثلا في العربية عندي فعل فاعل، في الإنجليزية عندي subject verb، في الفرنسية عندي sujet verb. إذا انطلقنا من هذه النظرية الإستاذية، هذا في مستوى التركيب النحوي، من هذه النظرية الإستاذية سنصل حتما إلى أن هناك مشترك بين جميع اللغات. هذا المشترك إذا بنيناه في إطار من الخرائط الذهنية أو الخطاطات الذهنية سنصل إلى ترويج أو تسويق لغتنا العربية من هذا المنطلق، حتى نخرج من تلك الفكرة التي يعني ليست مقصود هنا تمجيد اللغة العربية بقدر ما هو البحث عن ذلك المشترك بين جميع اللغات. إذن الانطلاق من الرمزية، مثلا خذ ابن فارس مثلا في مقاييس اللغة،
ستجد صوت الزاي مثلا. انا هكا يعني انا قمت بدراسه فحصت صوت الزاي، وجدت ان صوت الزاي اذا تكرر في كلمه من الكلمات يصبح هذا الصوت يدل على الحركه في اي موقع في الكلمه عموما بنسبه مئويه مرتفعه. وقد وجدت يعني هذه الدراسات وصلت قام بها يعني وقع تطبيقها على اللغه الانجليزيه. مثلا مؤخرا جريده الجارديان البريطانيه نشرت مقالا لمجموعه من الباحثين وصلوا الى ان اللغه رمزيه، وهذا يخرجنا من منطق اعتباطيه اللغه. يعني ما المغزى من ذلك؟ المغزى من ذلك في تقديري هو إثبات أن لغتنا العربية يعني يمكن أن تستوعب كل المحاميل الدلالية في جميع العلوم، يعني وتصبح الترجمة يعني متيسرة للجميع. إذن وشكرا لكم، أرجو إذا كان هناك شيء غير واضح يعني يمكن أن نوضح. شكرا استاذ علي، تفضل دكتور عبد المحسن. شكرا، هذا سؤال مهم، هذا سؤال مهم جدا. واعتقد بان الافاده من اللسانيات الباحثيه او اللسانيات العرفانيه كما يقولون عنها في المعرب العربي هي في صلب اللسانيات التقنيه او اللسانيات الحاسوبيه. ربما الدكتور مصطفى، الدكتور معتز بالله او الاستاذ ريم يعلقون على هذا السؤال اذا كان هناك اي فكره بالامكان التعبير عنه. هل تسمع صوت واضح؟ فضل. نعم صوت واضح. هو يعني المشترك مع اللغات الأخرى سواء كان ما هو المشترك كصوت وكدلالة وكأصول كلمات وإلى آخره، كل هذا يعني هو أعمال معجمية. تفيد وفي هناك أشياء أكثر أهمية. أنا يعني أصولي لو قلنا مثلا هات نعرف مع الجد، أعتقد هذا النوع غير مفيد يعني كثيرا. إذا كنا معنا الجذر دلالة الجذر غير مفيد كثيرا. يعني هناك أشياء ربما تكون أكثر إلحاحا، وأنا أعتقد الأشياء الأكثر إلحاحا اللي هي ربط الدلالات مع بعض وتقصد يعني لكل كلمة مجموعة من المفاهيم، رقم واحد اثنين ثلاث أربعة، رقم ثلاث في هذا الكلمة مثلا كلمة عين لها عدة معاني، نأخذ هذا المعنى ونروح على اللغة أخرى ونقول هو معنى رقم قد يكون سبعة في اللغة الصينية ولا اللغة الهندية. هذا الربط هذا له فوائد كثير جدا جدا جدا. أعطيكم هنا وعد معلق على موضوع التصريفات أو خلينا نقول المحللات الصرفية. هو أقصد هنا في المجتمع الحاسوبي يعني في حوسبة اللغات هناك محللات صرفية، وهناك إلى حد ما بعض النضوج في كفاءة هذه المحللات الصرفية. يعني تجد للغة العربية بضعة يعني بحاجة إلى شغل أكثر، ولكن يعني لدينا الشيء على واللغات الأخرى نفس الشيء، ولكن الذي لا يوجد له يعني به نضوج حتى الآن لغالب اللغات هو المحللات الدلالية. لا يوجد محللات دلالية، يعني هذا لا يوجد طريقة لحد الآن على الأقل اللغة العربية أن نقدر نحلل دلاليا ونفهم المعنى. هناك محاولات قليلة، ولكن هذا يعني أريد أن يعني أتطلع للمستقبل. في المستقبل الاهتمام أكثر حيكون في فهم الدلالة أكثر من أي شيء آخر. وحتى باللغات يعني الغير عربية هم كمان ما عندهم نضوج كبير في فهم، حتى بالإنجليزية لا يوجد نضوج بفهم دلالة الكلمات حد الآن. فإحنا عندنا فرص خلينا نقول نركز على الأهم أو اللي هو يسمونه next step، الخطوة القادمة. الخطوة القادمة باعتقادي الدلالة المترادفات
الأنطولوجيات، هذا اللي هو ربما يعني بحاجة إلى شغل أكثر. وطبعا هذا لا ينفي إطلاقا ما تحدث به أخونا وزميلنا، ولكن ربما يعني نختلف بالأولويات. دكتور عبد المحسن، فقط الصوت لديك. شكرا للدكتور مصطفى. الدكتور المعتز بالله سعيد إذا في تعليق سريع على هذه القضية، وبالتأكيد لديك الكثير لتقوله في هذا. نعم، هو يعني زيادة لما تفضل الدكتور مصطفى، هو يعني سؤال مهم وخطير، لكن اللغة العربية حرفيا لها نظام كتابي خاص بها يعيق حوزبتها أو التعامل معها من اللغات الإلصاقية، مثلا نظام الاشتقاق في النظام الفرنسيبي، يعني إذا كانت اللغة العربية تشكل في بعض الأشكال الصوتية أو في بعض الأشكال الكلالية فهي تختلف كثيرا في جوانب الجمع، مثلا له مذكر له مثنى، المؤنث له مثنى، الصغير له مثنى، وهكذا. يعني حتى على مستوى المعنى هناك إشكالات حقيقية. حيلوا قواعد الفرنسية أو كمية الفرنسية إلى مجتمع كمي، يعني نجد جدوى، يعني الأمر لا يكون بسهولة حين نتعامل مع الأمر. هناك معطيات أخرى أهمها لعل أهمها ما يتصل بالدلالة، يتركي الارتباط الدلالي إشكالا حقيقيا يعيد حتى الآن بالأنظمة للتحليل التركيبي، يعني يوثق في عمله. وإذا كنا خطرنا خطوات مع في البنية على مستوى البنية، يعني جزء بسيط، لكن التركيب أعمق، والأنماط العربية متعددة إلى حد كبير. فيعني مثل هذه الأشياء لابد أن نعاتيها جميعا، لكن لعل المستقبل، يعني لعل المستقبل نستطيع أن نصل إلى يعني حلول المرجعة إلى النهاية. شكرا دكتور، شكرا جزيلا لك. الأستاذ ريما في تعليق على القضية أو في مداخلات أستاذ متوعي؟ هناك أستاذ ريما في تعليق؟ طيب، في سؤال، ورد سؤال، عالم الترجمة ومبادرات الترجمة والمعادن في اللغة العربية، كيف اهتمت بجانب أصحاب الهمم بهذه المبادرات التي قدمها عالم الترجمة والمعاجم في اللغة العربية لأصحاب الهمم؟ ما فيش سؤال. السؤال التعليق يقول: مبادرات المعاجم اللغوية في اللغة العربية والترجمة، ماذا قدمت لأصحاب الهمم؟ أي كيف تراعي ظروف أصحاب اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة؟ نعم، ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني ماذا قدمت المعاجم لذوي الاحتياجات الخاصة؟ طبعاً أعتقد المعاجم، يعني ليس من الصعب أن تقدم المعاجم لذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه حسب حاجة ذوي الاحتياجات. ولكن إذا كانوا مثلاً عندهم مشكلة بالكلام أو بالإشارة، ربما أنا أحتاج إلى معاجم إشارة مثلاً. بس أنا لما بقول، لما ذكرت في مداخلتي دور الاحتياجات الخاصة، أقصد تطبيقات. يعني مثلاً إذا كان أنا مثلاً ما بقدر أستعمل إيدي بسهولة، يمكن بدي أستعمل صوتي أو أتكلم مع يعني هاتفي وأقول له اطلب لي اكل، يعني اعمل لي كذا، اعمل لي كذا، وتفاعل، اقرا لي كذا، والى وسمى لي ام كلثوم او الى اخره. يعني هذا احتياجات خاصه. واذا كان عندي مشكله نظر كذلك ربما احتاج الى اصوات الى اخره. هذه الفكره، التفاعل مع الجهاز، التفاعل مع الالي، سواء كان بالاشاره او بالصوت او الى اخره، هو بالحقيقه لبناء تطبيقات زي هيك. نحن بحاجة إلى موارد لغوية منها المعاجم ويعني وغيره.
بحاجة إلى موارد لغوية لبناء هذه التطبيقات. أنا اللي كنت بقوله يعني علاقة ذوي احتياجات خاصة بالمعاجم هي ليست علاقة مباشرة، هو لبناء تطبيقات نحن بحاجة إلى موارد. هذا ما كنت يعني أقول. طيب جيد، هل هناك تعليق آخر؟ نعم، إذا تفضل استدري. هذا الحديث عن ذوي الهمم، فهنا الحديث عن لهجات وليس اللغة العربية الفصحى. نتحدث عن اللهجات المحلية وتعرف الآن على اللهجات المحلية وفي تحدي الموارد التي تستخدم في هذه الأدوات العربية. وصلنا إلى حل وسط ما يسمى بعامية المثقفين أو من اللغة العربية المحكومة التي يفهمها أي متحدث اللغة العربية مهما كانت هذه. لكن حتى عامية المثقفين المحكومة تستغلنا من غير عامية المثقفين المحكومة مثلا في مصر أو في الصين أو في دول أخرى أو دول المغرب العربي. فهنا تحدث اللهجة دائما كنا الحديث عن تطبيقات دعم اللغة العربية لدول أخرى. طيب، هل هناك تعليق آخر؟ طيب، نأخذ مشاركة من الأستاذ سيد محمد. لديك الإذن، فقط افتح المايك. فقط الوقت يدهمنا. هذا أستاذ سيد محمد، لديك الإذن إذا أحضرت المشاركة تفضل بالبدء. طيب، نصل. يبدو أنه يواجه مشكلة تقنية. الخبير التقني يخبرنا بأنه يواجه مشكلة تقنية لديه. إذا والوقت يدهمنا. تفضل. هاي جيد. تسمعوني الآن؟ نعم، أنا أسمعك بشكل سريع. تفضل. نعم، معكم سيد محمود سيد مبشر، أنا من أوزبكستان. وحقيقة أنا استفدت كثيرا من موضوع الحلقة، وعندي بعض الملاحظات يعني التي نعاني منها في تعلم اللغة العربية في أوزبكستان. عدم يعني مقارنة باللغة الأوزبكية، مقارنة باللغات الإنجليزية والروسية، نعاني يعني شح في وجود التطبيقات الإلكترونية في تعليم اللغة العربية. يعني أتمنى أي يعني يكون لدى المهتمين في الجانب يعني التقني اهتمام أكثر في هذا المجال، لأن العالم الآن يتوجه يعني إلى العولمة. قد توجه إلى العولمة وأصبحت قرية صغيرة، وقد تصبح يعني حي صغير بعد فترة من الزمن. وهناك أرض يعني نعاني مشكلة أرض هنا في تعليم اللغة العربية، أن الطلبة الأوزبك عندما يتعلمون اللغة العربية يكونوا يعني هدف يكونوا اهتمامهم أكثر شيء في تعلم القواعد، ولكن عند التحدث فهم يعانون من مشكلة كبيرة، يعني لا يستطيع التعبير باللغة العربية. وقد يعني لاحظت أنا أن بعض الطلبة الذين يدرسون اللغة الإنجليزية لمدة سنتين مثلا، إذا قارناه
بطالب يتعلم اللغة العربية لمدة سنتين، فإن الطالب المتعلم للغة الإنجليزية يعني يتحدث ببراعة، بعكس الذي تعلم اللغة العربية فإنه يعاني من مشكلة في التحدث، مع أنه يعلم ويعرف القواعد، ولكن عند التحدث يعاني من مشكلة. عموما يعني أرجو الاهتمام بالجانب التقني أكثر شيء، يعني خصوصا تطبيقات الجوال. وشكرا لكم. شكرا لك دكتور المعتز. بالله إذا طلبت التعليق على مشاركة على هذه المشاركة. شكرا جزيلا. تعليق ثاني، يعني لي ثلاثة في صحيح العالم، لكن اللغة العربية لغة طبيعة، اللغة العربية تجعلنا بحاجة إلى ممارسة فيها على نحو معين، يتعلم لهجة أم يتعلم لغة بسيطة. إذا كان يتعلم اللغة البسيطة فهو بحاجة إلى ضبط الكلمة الواحدة في أشكال متعددة، قد تكون منقوعة أو مصوبة أو مجموعة، وقد تأتي مجزومة فيه. يعني أحوال الكلمة، أحوال الكلمة بالتنوين وبدون التنوين، فكل هذه الأمور ليست موجودة في الإنجليزية، بالإضافة إلى ظاهرة الاشتقاق. يعني العربية فيها مجموعة من السمات التي تجعل الأبعاء، يعني نحاول توظيف الآلة في تيسير هذه العملية، لكنه في كل الأحوال تيسير جزئي وليس كليا. شكرا لك دكتور معتز. الكلمة لك دكتور عبد المحسن. شكرا جزيلا لكم. أنا أود في ختام هذه الندوة الجميلة والرائعة أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للضيوف الكرام، الدكتور مصطفى جرار، الدكتور المعتز بالله السعيد، الأستاذة ريم الفريح. كانت ندوة جميلة جدا، استفدنا منكم ومن أفكاركم الرائعة، ونتطلع دوما أن نلتقي معا على دروب الحق والخير والمعرفة. وشكرا لكل الحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم والجميع بالصحة وسعادة. شكرا لك دكتور عبد المحسن، وشكرا للضيوف الكرام. نكرر الشكر لهم مرة أخرى، دكتور مصطفى، دكتور المعتز، الأستاذة ريم. شكرا للحاضرين الذين شاركونا هذا الحفل وهذه الندوة. الشكر أيضا موصول يعني لكافة القائمين، فرق العمل في الجامعة السعودية الإلكترونية، من تقنيين وإعلاميين ومختصين في إدارة الإعلام الرقمي وإدارة العلاقات العامة وقسم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الشكر الجميع لهم على جهودهم التي أثمرت في نجاح إن شاء الله هذا الحفل. في الختام نود التذكير بالمسابقة النوعية، مسابقة الجامعة السعودية الإلكترونية لتطوير المعاجم الرقمية المتخصصة، والتي تبلغ قيمة جوائزها 15,000 ريال مقسمة على 5 مراكز. بإمكانكم من جديد مراجعة موقع الجامعة على الموقع الرسمي للجامعة، وأيضا حساب الجامعة على تويتر. وكذلك ننوه بفعاليات يوم الأحد الموافق 27 يعني بعد 5 أيام تقريبا، هناك مشاركات للطلاب والطالبات من الجامعة السعودية الإلكترونية لأمسية شعرية وجدارية إلكترونية. في الختام ننوه أيضا إلى أمر الشهادات الحضورية بأنه سيتم التواصل مع الجميع، لكل من سجل في هذه الندوة وهذا الحفل سيتم التواصل عن طريق الإيميل. شكرا للجميع، شكرا للمتحدثين وللحضور، شكرا لكم جميعا، وطيبتم وطاب مساءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.